السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فرونسي افيك لبنى على اليوتيوب لتعليم الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. حصة اليوم خاصة بتعليم القراءة خطوة بخطوة. نص اليوم بعنوان فريد اي لو موتون، فريد والكبش. في الأول سنركز فقط على القراءة، وفي آخر الحصة سنشرح النص بأكمله. إذا لنبدأ على بركة الله. فريد اي لو موتون، فريد اي لو موتون. إذا لاحظوا معي هنا، فقط لمن يريد أن يعرف كيف نقسم الكلمة نقسمها بحسب الحرف كيف ينطق. داكوغ، تعلمون أنه في العربية الحرف يحركه الحركات، يعني الفتحة ضمة كسرة إلى آخره. أما في الفرنسية الحرف يحركه لفويل، يعني الحروف المتحركة. أما إذا لم يتبع الحرف الساكن فويل فينطق كما لو أن فوقه سكون، كما هنا في حالة دي. إذا لم يتبعها أي حرف متحرك لذلك تنطق د كما لو أن فوقها سكون. إذا لذلك فترون أننا نقسم الكلمة بحسب كل صوت، كيف قرأنا الصوت. إذا فا غي د، إذا فقط تسمعون صوت واحد ننطقه، فا غي د. داكوغ، اي لو موتون. لنكمل، غ غون بي غ أشيت أن غ رو مو طن او ما غ شي. grand-père achète un gros mouton au marché. اذا لاحظوا معي ان في كلمة grand د في الاخير لم ننطقه، وايضا في كلمة gros اس في الاخير لم ننطقه. داكوغ، لماذا؟ في الفرنسية لدينا 26 حرف كما تعلمون، 20 منها تسمى حروف ساكنة لي كونسون، هي هذه الحروف التي ترونها الآن دي كونسون. إذا هذه لي كونسون إذا جاءت في الأخير لا تنطق. إذا لاحظوا معي، إذا جاءت في الأخير لا تنطق، وأيضا إذا جاءت لا يتبعها حرف متحرك فتنطق كما لو أن فوقها سكون، مثلا ب ك د ف إلى آخره. إذا هذه الحروف الساكنة قلنا إذا جاءت آخر الكلمة لا تنطق، ما عدا هذه الحروف الأربعة الملونة باللون الأخضر فهي تنطق إذا جاءت في الأخير، يعني س و اف و ال و اغ، ونحن جمعناها في كلمة حتى لا تنسى، هي فغكل أو فركل. يمكن لمن ليس يعني مغربيا لا يستطيع أن ينطق سكون متكرر بهذا الشكل فغكل أو فركل، يمكنه أن ينطقها فركلة، فركلة الكرة مثلا، فقط لكي يتذكر هذه الحروف التي تنطق إذا جاءت في الأخير. لكن هذه القاعدة ليست عامة، لأن هناك بعض الاستثناءات. مثلا إذا أخذنا بلون تنتهي في الأخير بسي، بلون يعني أبيض تنتهي في الأخير بسي ولكنها لا تنطق، مع أننا قلنا أن السي إذا جاءت في الأخير تنطق. إذا لذلك هناك بعض الاستثناءات، يعني هذه القاعدة ليست عامة لكنها تساعد بشكل كبير في القراءة كما سترون. le the wa la le voilà regarde regardez le regardez le i il est il est beau il est beau grand père grand père l'enfer me l'enferme dans l'enferme dans لاحظوا هنا l'enferme، هنا le e لم ننطقه e وإنما نطق e. لماذا نطق e؟ l'enferme نطقناه e l'enferme وليس l'enferme. داكوغ، إذا لماذا نطق e؟ سترون معي، في الفرنسية يعني في الفرنسية le e إذا جاء متبوعا، تلاحظوا معي le e متى ينطق ك e؟ ينطق في هذه الحالات إذا جاء أولا متبوعا باثنان أو ثلاث حروف ساكنة،
deux ou trois consonnes. مثال لاحظوا هنا mercredi le e جاء متبوعا بثلاث حروف ساكنه r c r تاغ جاء متبوعا هنا بحرفين ساكنين متشابهين دونك تاغ سيرفير جاء متبوعا بحرفين ساكنين داكور اذا عندما تاتي متبوعا باثنان او ثلاث حروف ساكنه ينطق لو او ينطق اي mercredi تاغ سيرفير لكن هناك شرط يعني يجب الا يكون الحرف المتبوع الذي ياتي مباشره بعد او يكون اما ام او ان لماذا لان او متبوعه بام او او متبوعه بان تعطي صوت اخر اون ينطق اون مثلا لو طون لو فون لاحظوا الا ان هناك ايضا استثناءات غير انها ليست كثيره مثل مثلا غوسومبلي لاحظوا ان او يتبعها دوز اس يعني حرفان متشابهان ساكنين متشابهين ومع ذلك نطقنا e ressembler au dessus au dessous d'accord g rend père qu'on a l'enferme dans le garage et dans la domaine فيرم إذا قلنا أو هنا نطقت إي لأنها متبوعة بحرفين ساكنين دون لو إس هنا لا ينطق لأنه ليس ضمن حروف فخكل لو غاراج لاحظوا هذا الحرف هنا نطق ج وهنا نطق ج غاراج إذا لماذا سوف نرى لماذا الحرف جي ينطق كحرف الجيم إذا جاء متبوعا بأحد هذه الحروف المتحركة يعني إذا جاء متبوعا بأ ينطق ج إذا جاء متبوعا بإي ينطق جي إذا جاء متبوعا بإغريك ينطق جي أما إذا جاء متبوعا بأن فينطق ني والحالة الثالثة هي باقي الحالات يعني إذا جاء متبوعا بأحد الحروف الأخرى غير هاته الأربعة داكوغ سواء كان متبوعا بالحروف المتحركة أ أو أو فهو ينطق غا غو غو يعني بحرف الغ صوت غ أيضا إذا جاء متبوعا بأحد الحروف الساكنة الأخرى غير أن غير أن فينطق غ داكوغ أو إذا جاء معزولا ينطق غ Le matin, il veut. لاحظوا هنا veut لم ننطق ت لأنه ليس ضمن حروف فخكل. Faire, il veut faire. Sortir, هنا sortir. نطقنا r في الأخير. لماذا نطقنا r في الأخير؟ لأنها ضمن حروف فخكل. Son mouton son mouton il lui passe une corde autour اذا r تنطق لانها ضمن حروف فخكل d cor ن ديكورن اس لا تنطق لانها ليست ضمن حروف فخكل لاحظوا معي اذا يعني اذا انتبهتم جيدا ان او في الاخير هنا لا تنطق فاغ او لا تنطق داكوغ لاحظوا ايضا لوي باس او لا تنطق لا نقول باس اون ايضا او لا تنطق كورد او ايضا هنا لا تنطق اذا لماذا لا تنطق إذا عكس ما قلناه في الحروف الساكنة قلنا أن الحروف الساكنة كلها لا تنطق ما عدا فغكل هي التي تنطق الآن عكس ذلك يعني الحروف المتحركة كلها إذا جاءت آخر الكلمة تنطق ما عدا حرف واحد فقط هو أ أ لا ينطق متى لا ينطق إذا جاء يعني إذا كانت الكلمة تضم أكثر من صوت إذا جاء هو في الأخير وكانت الكلمة تضم أكثر من صوت ففي هذه الحالة لا ينطق لكن إذا جاء آخر الكلمة والكلمة يعني فيها صوت واحد فقط ينطق مثلا دو إذا صوت واحد دو ن س س م
ك تسمعون صوت واحد فقط. إذا عندما يكون الكلمة فيها صوت واحد فقط ينطق لو أ، أما إذا كان الكلمة فيها أكثر من صوت فلا ينطق لو أ إذا جاء في الأخير. Il tire. Il tire. إذا لاحظوا أ لم ننطقها لا هنا ولا هنا لأن الكلمة فيها صوتان تي غ تي غ. داكوغ il tire il tire. مي إذا هنا لو اس في الأخير لا ينطق لأنه ليس ضمن حروف غكل، لكن قلنا هناك بعض الاستثناءات impossible impossible. Impossible de le faire sortir. إذن لاحظوا معي mais impossible de le faire sortir. كما ترون e هنا لم تنطق لأن الكلمة فيها أكثر من صوت، لكن هنا نطقت لأن الكلمة فيها صوت واحد فقط. هنا أيضا نطقت لأن الكلمة فيها صوت واحد فقط. فاغ لو أ لا تنطق لأن الكلمة فيها أكثر من صوت. سورتيغ لو أغ في الأخير نطقت لأنها ضمن حروف فغكل. غ غون بي غ الغون بيغ أ بي ل أبل. إذا لاحظوا أيضا هنا لو أ نطقت أ. لماذا نطقت أ؟ لأنها جاءت متبوعة بحرفين ساكنين متشابهين، لذلك نطقناها أ. ثم أ لم تنطق في الأخير لأن الكلمة فيها أكثر من صوت. سون في س سون فيس. لو فيس هو الإبن. إذا تذكروا هذه الكلمة من الاستثناءات التي قلنا عنها. لاحظوا اس ليست ضمن حروف فغكل ومع ذلك نطقناها. قلنا ان الحروف فغكل هي التي تنطق اذا جاءت في الاخير. هنا اس نطقناها بالرغم من انها ليست ضمن حروف فغكل. ولاحظوا ايضا ان لو ال لم ينطق في فيس. داكوغ. اذا هذه من الاستثناءات التي يجب ان تتذكروها. اذا الابن في الفرنسية لا تنطق فيها لو ال وينطق فيها لو اس فيس. موسى موسى. grand-père appelle son fils موسى. موسى tire son père. Moussa tire son père. Grand père tire le mouton. Grand père tire le mouton. Il tire. Il tire. Il tire. Il tire. لاحظوا هنا اس في الاخير لا تنطق لانها ليست ضمن حروف فغكل. هنا اذا لاحظتم او ان تي لم نقل تيغون، لم نقل il tirant. لماذا لم نقل il tirant؟ هذه الحاله تكون فقط مع الفعل. أ ان تي إذا جاءت آخر الفعل لا تنطق، ما عدا ذلك تنطق. يعني إذا جاءت آخر الاسم أن نو أو آخر نعت أدجكتيف أو آخر المصدر أدفيرب تنطق تنطق داكوغ. لكن آخر الفعل لا تنطق دائما، لا تنطق إذا جاءت آخر الفعل. دونك لا نقول il tire وإنما il tire. il tire il tire. مي impossible mais impossible de le faire sortir sortir mais
impossible de le faire sortir. Moussa appelle sa femme Zineb. زينب. لاحظوا هنا بالنسبة لفم هذه من بين الحروف التي تنطق فيها أ. داكوغ، إذن هذه الكلمة فم امرأة دائما لو أ تنطق فيها كالصوت أو كالحرف أ. فم فم زي ني ب زينب تي غ تيغ موسى تيغ موسى موسى تيغ غ غان بيغ غان بيغ غ غان بيغ تيغ لو موطن إل tire, il tire. Mais impossible de le faire sortir. Moussa appelle sa femme Zineb. Zineb tire Moussa. Moussa tire grand-père. Grand-père tire le mouton. Il tire, il tire. Mais impossible de le faire sortir. Zineb appelle sa fille. Mina. Mais impossible de le faire sortir. Zineb appelle sa fille Mina. Mina tire sa mère. Zineb tire Moussa. Moussa. Sa tire grand père. Grand père tire le mouton. Mina tire sa mère. Zineb tire Moussa. Moussa tire grand père. Grand-père tire le mouton. Mais impossible de le faire sortir. Mina appelle son feu. Frère Farid. Mina appelle son frère Farid. Mina appelle, mais impossible de le faire sortir. Mina appelle son frère Farid. لاحظوا هنا معي أن غ نطقت خ. Frère, frère. إذن متى تنطق غ مثل خ؟ تنطق غ مثل خ في أربع حالات. إذا جاءت متبوعة بأحد هذه الحروف التي سوف أكتبها الآن: ك ت ف ب. داكوغ، إذن هذه الحروف الأربعة إذا جاءت قبل R تنطق خ. مثلا إذا جاءت ك أو س قبل R سوف نقرأها كخ. ت قبل R سنقرأها تخ. F كما هنا قبل R سنقرأها فخ.
أو ب قبل أغ سنقرأها بخ دكور. هنا تجمع هذه الكلمة حتى يعني تتذكرونها، كتف بي أو كتف بي، بي لأن لا مقابل له في العربية لذلك ينطق بي دكور، كتف بي أو كتف بي. فاريد تيغ مينا، فاريد تيغ مينا، مينا تيغ سامير، مينا تيغ سامير، زينب زينب تيغ موسى، زينب تيغ موسى، موسى تيغ غران بير، موسى تيغ غران بير، غران بير تيغ لو موتون، غران بير تيغ لو موتون، il tire et voilà le mouton dans la cour, et voilà le mouton dans la cour. إذن الآن سوف نقرأ النص بأكمله مع الشرح، فقط حاولوا أن تقرأوا قبلي حتى تستفيدوا من القراءة وتعرفوا الأخطاء التي ترتكبون. إذن نبدأ على بركة الله. فريد et le mouton يعني فريد والكبش. Grand-père achète un gros mouton au marché. Grand-père, الجد achète اشترى un gros mouton كبشا سمينا au marché من السوق. Le voilà, ها هو, regardez-le, انظروا إليه. Il est beau, إنه جميل. Grand-père, جدي, l'enferme, حبسه dans le garage, في المرآب أو أغلق عليه في المرآب. Le matin, في الصباح, il veut faire sortir son mouton. يريد أن يخرج كبشه. Il lui passe une corde autour des cornes. أحاط قرونه بحبل. Il tire, يسحب, يسحب, mais impossible de le faire sortir. لكن من المستحيل إخراجه. Grand-père appelle son fils Moussa. جدي نادى ابنه موسى. Moussa tire son père. Moussa يجر أباه. Grand-père tire le mouton. جدي يجر الكبش. Il tire, يجرونه, mais impossible de le faire sortir. ولكن من المستحيل إخراجه. Zineb appelle sa fille Mina. Zineb تنادي ابنتها مينا. Mina tire sa mère. Mina تسحب أمها. Zineb tire موسى. زينب تجر موسى. موسى تير غران بير. موسى يجر يجر الجد. غران بير تير لو موتون. الجد يجر الكبش. مي امبوسيبل دو لو فير سورتير. ولكن من المستحيل اخراجه. مينا ابل سان فرير فريد. مينا نادت على أخيها فريد.
Farid tire Mina. Farid يجر مينا. مينا tire sa mère. مينا تجر أمها. زينب tire موسى. زينب تسحب موسى. موسى tire grand-père. موسى يجر الجد. grand-père tire le mouton. الجد يجر الكبش. il tire يسحبونا. et voilà le mouton. وها هو الكبش. dans la cour. في الباحة. في باحة المنزل. إذن إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. لا تنسوني من صالح الدعاء، وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى.